التسمية التي يقوم عليها تكتلنا هي حزب التحرير، وهذه التسمية منذ تأسس الحزب في 53 هي نفسها وعينها وكانت مقصودة. فالتحرير من عبودية واستعمار وتبعية واضحة في ذمة الأمة منذ سقوط الخلافة الإسلامية. فالعالم الإسلامي أصبح على درجة رهيبة جدا من التبعية، لا يملك أمره، لا يملك ثرواته، لا يملك حتى يعني المنظومة الفكرية التي بها يفكر الإنسان ويشرع ويضع الأحكام التي يقيم بها حياته. فواضح التبعية لا يمكنها منكر. لذلك الحزب قال التحرير، ولحد الآن واضح بعد الثورات أن بلادنا العربية والإسلامية مستوطنة، مستوطنة التشريعية، التشريع لا يمت للإسلام بصلة البتة، غريب يعني عن وجدان الأمة، عن عقيدتها، غير منبثق عنها. والتشريع وما أدرك ما التشريع هو تحكم في علاقات الناس. الناحية الفكرية لا جدار لها إلا أن تكون يعني متشبهة بالثقافة الغربية إلى أقصى إلى حد التماهي، وغير ذلك كثير. لذلك نحن أمام يعني استعمار بلا أدنى شك. استعمار بطبيعة الحال ليس بالمفهوم المادي للكلمة، وجاوزته البلاد العربية بمفهوم يعني وجود قوى عسكرية، لكن أثار هذه القوى العسكرية موجودة بشكل قرار سياسي، بشكل مواقف، وبشكل كما بينت يعني عدم امتلاكنا لأمرنا وأخذنا بنصيب أمورنا. إذن نحن في مشروع تحرير، ولعل هذه الثورات هي مقدمة لاسترجاع ما افتك من الأمة، وأوله هو النظام التشريعي الإسلامي. حزب التحرير تأسس عام 1953 في المشرق في البيت المقدس في القدس، و على يد الأستاذ قاضي تقي الدين النبهاني رحمه الله. هو وثلة من الخيرين اجتمعوا بعد أن استقرأوا الواقع ورأوا أنه على درجة كبيرة من الاعتلال، وأن كل من إصلاح جزئي فيه لا يفيد بل يطيل عمر الفساد. بهذا التشخيص حددوا العلاج، وهو العودة إلى الأحكام الإسلامية، العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من نظام، وأصلوا وفصلوا نظام اقتصادي ونظام اجتماعي وغيرها. وخاصة ركزوا أو الحزب أول ما تأسس بيّن أن المسألة تكون بالفكر، لأن الفكر حين يصبح مفاهيم هو الذي يحدد السلوك. فإذا كان كل تغيير يكون يمس النتائج ما يمسش المقدمات، أي المفاهيم التي تحدد السلوك الفردي أو الجماعي، هو دوران في حلقة مفرغة. ولذلك يشهد لحزب التحرير بأنه يقوم على درجة عالية من الجدارة الفكرية، لأنه ها هنا بيت الداء الفكر. ثم الوعي السياسي. حزب التحرير منذ تأسس ركز على أهمية تعاطي السياسة، والسياسة ليست من ملحقات الإسلام بل هي من التزامات الإسلام. فأن تخوض في الشأن العام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبحث عن صلاح الأمة والدولة وما إلى ذلك، فأن تخوض السياسة. لذلك منذ البداية قال أنه حزب سياسي، والسياسة إذن هي عمله. يعني نقوم أنفسنا أمام يعني مستوطنة أخرى من المستوطنات التغريبية التي صورت لنا السياسة على أنها شأن خاص بألية القوم، وأننا لا نقدر عليها كأمة وكشعب، وأننا لا نقبل فقط إلا نتائجها راضين مستسلمين، في حين أن السياسة هي رعاية شؤون الناس. هذا تعرفناه، شؤون الناس لابد أن تكون مرعية بالإسلام. وحين تبحث في علاقات الناس فيما بينهم، أسميت اجتماعا أو تعليما أو سميت في ضمنها من قضاء أو ما إلى ذلك، أنت تخوض في السياسة، أي فيما يقوم به الناس أو عليه الناس. لذلك السياسة ليست هذا المفهوم من الخاص اللي حوله هالة
وحوله نوع من الحصانة. لا، السياسة هي هذا المتاح السهل، هي التعاطي في الشؤون العامة، ومن ثم كان لابد أن يدخل الإسلام للدائرة ليجعل رعاية الشؤون رعاية تقوم على العدل والحق وتحق الناس الكفاية والرعاية، بل تحق لهم الرفاه. إذا يحب يخدم الإسلام يجب ينزل هذا المتسع هذا باش يبين أن الإسلام هو الأولى والأجدر بحل مشاكل. حزب التحرير في تونس هو امتداد لحزب التحرير في العالم، توجد في السبعينات، وكان يعني عن طريق ثلة من الخيرين الطيبين اللي أوجدوا حلقات للحزب في كثير من الأماكن، من الوطن القبلي وتونس العاصمة وغيرها والساحل وصفاقس وغيرها من الأماكن الخاصة المدن الكبرى. وكان العمل يعني أقول سري، ولكن مش سري بمفهوم يعني نحن السرية في حزب التحرير ليست مطلوبة، بالعكس حزب يقول حزب علني ويؤكد منذ دخل مرحلة التفاعل هو يشتغل علني، لكن إن تخفى هذا التخفي فهو للضرورة الأمنية في وضعيات مخصوصة. ولذلك لم يظهر الحزب يعني بشكل علني للرأي العام، ولا سيما ذو الإعلام كان بيد برقيبة واحدة، الصوت الواحد، التلفزة الواحدة، إلى غير ذلك، فلم يكن مجال لإبلاغ الصوت. لكن بعد اعتقالات 1983 في سوق الحزب، وكانت اعتقالات عريضة وواسعة شملت كثير من المدنيين والعسكريين، لفت حزب التحرير نظر الوسط الإعلامي والسياسي، لأنه حزب وقائم الذات وله بنيته وله أجهزته وما إلى ذلك، يعني خدمة تاع سنوات. واللي فت أكثر هو عناده بعد الاعتقال الواسع. 84 حزب التحرير يقوم بأعمال كبرى ويقع اعتقالات واسعة في جميع البلاد، يعني بعد عام يعني لم يتهاوى الحزب وظل على هذا الأمر. شملته حملة الاعتقالات بتاع 87 الكبيرة قام بها برقيبة، تأذى منها الحزب كمواقع على اتجاه الإسلام وغيره، واستمرها بعد في فترة بن علي الأولى. فترة بن علي الأولى قع نوع من التراخي وادعاء أن هناك نوع من الانفتاح يعلمه الجميع، ورغم ذلك أول اعتقالات في صفوف حزب التحرير في الشهر الثاني اللي تولى فيه بن علي الحكم، في الشهر الثاني يؤكد اعتقالات في باجة، في الوطن القبلي، في تونس العاصمة، في سوسة خاصة وغير يعني كثيرة، ما جعل منها بين أن حزب التحرير هو مشروع مضاد لنظام الحكم حتى بصيغته التجميلية الجديدة، ولم نتورط البتة لا تلميحا ولا تصريحا مع نظام بن علي. وحين سقط بن علي وجاءت الثورة يعني الحزب كان لم يحل نفسه، كان موجود لما شتتهم وظهر وخرج هذا الخروج اللي يبين أنه حزب عملاق يشتغل على قضايا الأمة ويشتغل على مبدأ الأمة وهو استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة، وهذا الأمر هو مطلب المنطقة كاملة وليس تونس فقط. نشتغل بأولا رفع مستوى الفكري والثقافي للناس، هذا أمر هام جدا، ليس مجرد إجراءات أو مواقف سياسية من هنا وهناك. ثم نعمل في الناس وبالناس ونقرب من الأحياء الشعبية ومن الأماكن العامة وكل أماكن يعني تجمع الناس، نحن حاضرون معهم ونحاول أن نقودهم بالإسلام، وهذا جهد يومي. ومن فضل الله أنه في سوريا حزب التحرير لما وقعت الثورة في سوريا بان أنه حزب التحرير مش فقط موجود بل هو في وضع التميز والامتياز، وأنه يسعى لقيادة هذه الثورة. هذا لم يكن من فراغ، تحت ديكتاتورية كان حزب التحرير يشتغل، والنتيجة ظهرت الآن العيان. حزب التحرير في كل المدن في سوريا سباق إلى ويحاول أن يقود هذه الثورة باش توصل نتائجها الطبيعية. إذن حزب دائم على هذا الجهد. لا يتوقف الحزب التحرير، حكم شرعي منها بين الله سبحانه وتعالى قائم عليه أدلة عديدة، أنه حيث ثمة احتلال يصبح الجهاد فرض على الأمة في ذلك المكان. لكن إذا تعذر قيام أهل البلد بذاك الواجب بسبب لوجستي أو بسبب منافع مالي أو بسبب منا أيا كان، فيصبح الفرض على من يحيط بهم والأقرب الأقرب أن يفوا بالحاجة.
وإلا فهو في ذمة الأمة كلها، يعني في حكم فرض العين، في حكم فرض العين أقول، يعني ما استطاع إليه سبيل. هذا واضح ولا خلاف فيه. بقي أن حتى القيام بهذا الفرض متعطل وغير مستطاع. يحال بيننا في تونس مثلا وفي غيرها أن نصل إلى فلسطين لما وقع احتلالها في الأيام الأولى أو فيما بعد، وما إذن أسباب يعلمها الجميع. إذا يصبح ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو إقامة دولة الإسلام التي تقوم بالفرض الحقيقي في تحرير البلد البلاد العربية الإسلامية كلها. مش نقدر نتبع هذه المنطقة ثم هذه ثم هذه ثم تلك ويقع شرذمة الجهود الإسلامية، مع أنه كل من استطاع بذكاء وبقدرة وبتنسيق باش يقوم بالجهاد فعليه فرض ولا كلام في ذلك. سوريا أولى بشوية ترى كيف على فلسطين العزيزة أكثر من احتلال، احتلال محلي واحتلال دولي، دولي وللأسف ممثل في أمريكا وممثل حتى في الأمم المتحدة التي قننت أو شبه تقنين لاحتلال إسرائيل. فأنت حين تنازع لاسترجاع فلسطين تجد أنفسك أمام نفسك أمام منظومة كاملة دولية، وأؤكد دولية. إذن الجهد معلوم في الأمة وهي خالية ولا تستند إلى أي دولة إسلامية منها تحميها وتحفظها. فنعم فرضا تحرير فلسطين ويعز علينا كل حبة تراب فيها كلها 48 و67 وغيرها، لكن لأن الأمر يعجزنا فإنه واجب علينا إقامة دولة الإسلام في المنطقة تفي بهذا الفرض العزيز المليء. لذلك سوريا هي مشروع ضمني لتحرير فلسطين وتحرير البلاد العربية. إن نجحت الأمة في سوريا أكيد نحن نربط أنفسنا بسوريا فقط للعمل في العمة الإسلامية، لكن الآن سوريا باعتبارها متاح سياسي واضح للعيان، إن شاء الله ربي يعجل بالنصر. لكن هذا هو، إذا المسألة ليست لأن سوريا أحب من فلسطين، سوريا هي قرة، فلسطين هي قرة العين ولا شك، وأرضها المقدسة التي باركها الله سبحانه وتعالى يعني جزء من اعتقادنا، لكن ما بيدي حيل. إذا نحن قضايانا ضايعة مهدورة إلا أن تقام دولة الإسلام، وكل حق نحب نسترجعه سوى مالي اقتصادي سياسي معناها عسكري كما بينا فلسطين نجده غير مستطاع، لأن هؤلاء الحكام العملاء أولا بضعفهم وعجزهم غير قادرين، ثم بعمالتهم هم حاجز ضد قيام الأمة بفروضها. لذلك يصبح تحرير منطقة كما سوريا بأن تعود إلى الإسلام وتطبقه هذا من أكبر الانتصارات اللي قالت تربك الآن في الغرب، وإن شاء الله ربي كما قلت يعجب بالمصر. في الإسلام الولاية لا تكون إلى الله والرسول. رب يقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. في الظاهر الجماعة اللي مهرولون نحو الغرب يطلبون العزة، يطلبون الحكم، يطلبون السند، يطلبون المدد. والله بيّن هذا الأمر منهجيا أن العزة لله ورسوله والمؤمنين بمعنى تكمن في اعتماد أحكام ربي سبحانه العزيزة والاستناد بالحاضنة الطبيعية اللي هي حاضنة الأمة المؤمنين. وعد ذلك هو وهم وزيف ومخادعة ومخاتلة للأمة، وتبين هذا بالوقائع الكثيرة. وأبدأ بحدث كبير اللي هو الثورة العربية الكبرى عام 1916 شريف حسين، وعده الإنجليز بأنه بإسقاط دولة الخلافة سيعطى خلافة أو حكم عربي واسع، فلما انخرط في مشروع الخيانة لم يعطى إلا خزي وعار. فالاستناد للغرب دائما، أو في قضية مسألة فلسطين أنه دخول في المفاوضات سيكسب الشعب الفلسطيني وما يكسبه الآن، نحن 20 سنة وزيادة من المفاوضات وتؤول إلى نتائج هزيلة. خصمك ولا سيما وهو يضددك في العقيدة من يعطيك ما به تتقوى عليه، هذا منهجي. لكن الهرولة للسلطة في تونس خلى البعض الكل مازال ينظر أنه مكمن السلطة، برغم أنه الشعب تحير وفاق وبين أنه عنصر قوة وهو اللي يعطي الدفعة منها الهامة، إلا أنه مازال استناد إلى الغرب.
ولذلك تلاحظ أنه كثير من الأحداث موجودة الآن في تونس تفسيرها نلقاه في باريس، نلقاه في واشنطن، نلقاه في لندن. وهذا للرأي العام دافق بي أنه كثير من الأحداث مصطنعة، ثم صراع دموي على السلطة في تونس، الشعب وأصبح فيه مجرد أداة وضحية للوصول إلى غاية. وثم حالة من الاستخفاء رهيبة جدا عن السياسيين أنهم ما يتصوروش ثم قوة ذاتية للأمة، نجم ويأخذوا منها ما يكفيهم وما به يحققون العز. احنا نقول لا، في الأمة أول مصدر قوة هو الإسلام، الاستناد إليه كمنظومة ساعة يحقق لك من ذاتية قوية جدا وتمايز عن الغرب. ثانيا آلية التشريعية الإسلامية كي تتفعل تجيب نتائج في رعاية الشؤون واسترجاع الثروات والخيرات ما يبهت الغرب كله. ثالثا الناس فيهم مقدار من التضحية عجيب، بتحطهم على خط الصحيح اللي هو الإسلام تلقاهم سند، مش يرد لك استعمار، معناه يغير لك حتى الموقف الدولي. وبين هذا في سوريا، وبين حتى في تونس في بداية الثورة، وبين في كثير من البلدان الأمة هذه، وفي أفغانستان الآن وكالعناد بتاع الشعب البسيط اللي هو أفكر شعوب العالم قدام الإمبراطورية الأمريكية، بين هالأمة ماشي. إذا لازم يراجعوا السياسيين نظرتهم ويعرفوا أنه مكمن القوة ومصدره هو في إسلامهم وفي هالأمة، ومن هنا يبدأ تحرير الصحيح. الرأي موجود بالحال لما يدخل في نظرية المقام، نعم، ولكن في كثير من التهافت أن السياسة قوتها في التفاصيل. نعم الغرب يريد، كل أمة تريد، فتخطيط للغرب وبرمجيات معلومة، هو يريد أن يضمن من بقائه، ووقت يلقى مأزق يحب يعمل تغييرات شكلية باش يضمن دوام البقاء. والآن حين ظهرت إرادة متاع الناس يحب يسترق الثورة ويمتصها بشكل قرارات وصياغة إدارية جافة ولاءات جديدة غير ذلك، طبيعي لا تتركك الغرب نفسك لا. فصناع الإرادات موجود، وأمريكا تفكر أكثر من مرة، وتفكيرها القديم كان هو الانقلابات السريعة، هيئت إلى بعض التغييرات في المنطقة وكان مخطط لها تكون 2013، وعلى حذر كبير، لأنك حين تقوم بتغيير وتسنده للشعب أو للأمة وتكون ذاتي، الأمة نفسها باش تكمل، بدايته تكمل، معناها ربما تكون حفزتها ولا شجعتها ولا افتحت لها ثغرة، لكن لا تضمن أنك، لأنه هذا ثم طاقة كانت كاملة وباش تظهر. وذلك الغرب لم يجازف بهذه الثورة بالمفهوم الشعبي العام والعارم. نعم يفكر في تغييرات شكلية يعطيها مظهر شعبي شكل ما. اللي وقع أنه في تونس فعلا من حيث التوقيت كان مفاجئا للغرب، وأراد الغرب أن يلتحق. فرنسا عرفناها بقات لآخر لحظة وهي مغيبة وتعمل ضد من المسار ولم تفهم الحركة، بعد في ليبيا داركت الأمر إلى ذلك. لكن المهم أن الانطلاقة كانت ذاتية وعفوية. الغرب يندس فيها يحاول يوظفها يفتح الثغرات، هذا بحث ثاني يتحلل سياسيا، لكن احنا الذي نريده هو أن الإرادة تبقى دائما للأمة. وهذا جهدنا الجهيد الآن، هو أن الثورة ليست للبيع، واعتراض سبيلها أو الانحراف به جريمة، سواء من السياسيين أو من قلة الوعي ربما في الرأي العام. لذلك السياسي الصادق مع الأمة الآن يجب يقود الطاقة العارمة هذه اللي توجدت وفيها تضحية وفيها دم وفيها شهداء، ما هي سهلة، وفيها أيضا استرجاع عزيمة. الناس كانت قبل تصور غير قادر، اليوم يقول لك قادر، يقول لك الشعب يريد والأمة تريد. إذن نأخذ هالمنبت الصحيح طيب ونوصل به نتائج اللي تضاد الغرب ولا تناسبه. هذا عمل السياسي الناجح، أن السياسي يعمل في الممكنات، أصبح هناك ممكن أن نتصرف مع نتحرك بالناس ونحركهم وأن نرفع مستواهم الفكري والوعي، إذن فليكن. أما نقول أمريكا تريد، هي تريد اليوم وغدا حتى حين قيام الدولة الإسلامية سيكون لها إرادات وعلي ومنها يعني مكائد. لذلك نتصور هذا تفسير متهافت وبسيط، ويحب ما يتحملش المسؤولية بتاع المرحلة. هذا ظاهريا، لكن وصلنا لمفترق الطرق. مفترق الطرق وقت الثورة بدأت تعطي في نتائجها، شوف الاندساس اللي عملوه، عملوا ائتلاف وطني، عملوه في قطر، مصطنع غريب عجيب، الرأي العام مش قابل به.
وحسوا الأحداث سبقتهم ويحبوا يعملوا الانفلوتاسيون يغرسوه في ويضخوه في الحياة السياسية وما لقاوش المدخل يحب الآن. هذا ما يأكد أنه نعم الخليج وغيره والدول اللي وظفتها أمريكا يحبوا حطوا سوريا في وضعية نتاع الخمود ونحو لها شوكتها اللي هي الحقيقة إذا بشارة اللي كان يخدم في أدوار قذرة في المنطقة وليش ما نتكلموا فيها وكثيرا يخدم في الأجندة الأمريكية طريقة غير مباشرة واضحة وليش ما نتكلموا فيها. لكن الغرب يفكر في مزيد من الضعف حتى وإن كان ضعف ولقى خيانة يفكر ديما في العكس. لكن حين جد الجد واتفتحت الثورة الناس رأينا أن الثورة ماخذة صبغة إسلامية عارمة لن نركع لله لم يطلبوا ولم يستنجلوا لا بالأمم المتحدة خرجوا في جمعات كثيرة لا نريد تدخل الناتو ولا حتى مساعدة الأمم المتحدة ولا لكاسك بلو للقبعات الزرق موسيه ناس تحت منها القهر اليومي والموت والدماء والرأي العام يكون هذا المطلب متاعه موسيه. إذن ثم جانب ذاتي في سوريا قوي ياسر رايع اشتغلوا عليه الصادقين قاعد الآن طابق وصينه أدنى بالشيخ الطبعاني يحسبوا حسابه من الأمة عند حسابه ولذلك كثير من الشعارات في تحية فلسطين في قلب الثورة السورية. إذن المسألة الآن كما قلت تحدي وهنا اللي يقعد فراج ينجم يقول يريد يريد لكن اللي يحب يدخل ويدخل في الالتزام المباشر مع الأمة عليه استحقاقات التحديات تفيق بالعمالة وتردها الحزب ينبه في حتى في المقاتلين والناس اللي انشقوا أنهم يأخذوش سلاح من الجهات الخارجية لأنها مشروطة سياسيا أنه كذا هذه تدخل في اليومي في المباشر وتعمل هذه عملية الدفع هذه اللي تجيب النتائج. إذا قبول التحدي أما نأكدوا أن أبدا لا حزب التحية ولا ثور الصادقين ينخرطوا في أي منظومة ضد الأمة بل بالعكس هما مشروع المناهة لهدم هذا التدخل الأجنبي بكل أنواعه. نحن مناش في شفاعة نظام ديمقراطي احنا في شفاعة أمة صح التعبير يعني في حاضنة وأدق في ثورة قامت بها أمة غيرت وفي بسرعة حزب كان حاكم قاهر العباد والبلاد وشكون كان يتصور أنه بين عشية وضحاها مش فقط رئيس يهرب حتى منظومة حزبية تنهار وثم وضعية واضحة هي أنها بدأت تخلق جديدة نحبوها توصل للنتائج الطبيعية اللي هي الإسلام. إذا احنا موجودين في سياق أمة ثائرة ووجودنا الطبيعي والتلقائي اللي حكيت عليه والعالمي والأرياحي هو نتاج هالثورة نيش منا من نظام ديمقراطي لأنهم حتى اللي يدعون الديمقراطية توقفوا بها يلوجوا على مواقعهم وكل شيء مؤقت في البلاد ولا واحد يمنا لا واحد. هذه ابتداء حزب التحرير أرفع من أنه يتحط تحت هذا العنوان هذه من بين أكثر من هذا كل من الثورة نفسها اللي اليوم تكلموا بها وما شاركتوش فيها ولو صفر 1% للبعض نتكلم والآن أصبحوا ينظروا أصبحوا مرشدين لهالثورة. ثورة تمت خارج الإطار الديمقراطي كل تعبيرات خارج الدستور كل لقاء لا يقرر الدستور خارج القوانين خارج الأطر الحزبية القديمة خارج كل شيء. إذن هو عطاء شعبي تلقائي مدرار وزال ينتظر في نتائجه. أكبر دليل أن الثورة مفتوحة وقع في مزيد برح ولذلك الناس تجاوزوا بحسهم الشعبي الحس الرسمي ولذلك أنهم يعلقوا الثورة يجعلوها قرارات قانون أحزاب قانون نسو أدري وكذا وكذا وقول لك أنت تحت يعني ولاية هالمنظومة هذه نقولهم ليس الأمر كذلك البتة بالعكس الشعب يخرج قال الشعب يريد تغيير النظام بمفهوم ريجيم بمفهوم سيستم إسقاط النظام تغيير النظام اي اسقاط يعني إسقاط. تغيير يعني اسقاط النظام بمعنى يعني المنظومه كامله النظام بمعنى ايه يعني القوانين الموجوده في البلاد مش رد عليها ما جابت له شيء وهي النظام الاشخاص الموجودين معنى هو لهم بالضد ورفضهم الحزب القائم اذا يريد تغيير النظام والنظام بمفهوم نظام حكم الآن يعودوا إلى نفس الدستور مع التغيير في ترتيب المواد هذه مصيبة المصائب. اثنين نفس الوجوه ترجع بيسالش تجمعي عنده خبرة ولست أدري وياخذ موقع وكذا قانون أحزاب يجب نعدلوه ونمنعه فيه كذا ونمنعه كذا على طريقة بن علي حط شروط ومش حط شروط
لا غير ذلك، ويقولوا باش نعملوا قانون احزاب جديد ومنها ويهيبوا على الأمة هذه ويدعوا فيها أنهم أهل الحكمة والرشد وهما معناها من نتاج فريدم هاوس أخواتها جايين مأهلين على الطريقة الغربية باش يفكوا هالثورة كلهم هيئات. إذا حزب التحرير هو في وضعية انسجامية مع الأمة ووجودهم الطبيعي فكوا فكان بنتيجة هالثورة لأنه ما ولاش الحكام الطغاة والناس معاه في حالة انسجام. ولذلك لا منة لأحد عن حزب التحرير اللي مش فقط يحب الوجود، يحب القيادة ويحب تطبيق الإسلام وإقامة دولة الإسلام اللي احنا ماشيين منها بإذن الله حسب مسار الأمة والتاريخ. يعني فسرت ولكن ما جاوبناش بنعم أو لا، هل يؤمن بالديمقراطية أو لا؟ لا لا، الديمقراطية بالنسبة إلينا واضحة رأينا فيها. الديمقراطية ليس ضدها ديكتاتورية كما يريدون. أنت لست إسلامي، لست عفوا ديمقراطي، إذا ديكتاتوري بحضر لك يعني. لا، الديمقراطية هي تصريف شؤون الحكم أقصى ما وصل الفكر السياسي الغربي لأنه لا يملك وحيا، فانطلق من جهد بشري وفكر بشري بحت كيف نصرف الأمور، عمل معادلة الديمقراطية، والديمقراطية فيها ديمقراطيات حسب برلماني ولا رئاسي ولا كذا وتعديلات. هذه منظومة تاع أمم أو شعوب لا تملك وحيا، فهي تدبر أمرها بأقصى درجات ما تدعيه حكمة. أما الإسلام الذي أعطانا الدقيقة والشقيقة الصغيرة والكبيرة في تصريف شؤوننا، أعطانا نظام حكم طراز رفيع فيه ما تدعيه الديمقراطية رشدا رشدا، وهو ليس كذلك لأنه ضمن منظومة بشرية. نعم فيه الانتخابات، نعم فيه المحاسبة، نعم فيه معناها عزل رئيس الدولة حين يخرج على المنظومة التي ما يختلف عزل، نعم وبالقانون وبالتشريع، نعم وهذا بكل موجود لكنه ضمن الإسلام. وإن وقع التقاء شكلي فلا نحفل به، إنما نريد تطبيق الإسلام. فلماذا نترك ما نملك ونبحث عما لا نملك ونتشبه به ونأخذه بشكل توسل وتسول من الغرب؟ عندنا الكافي الوافي الشافي وهو نظام حكم في الإسلام، حق الناس في وجود أحزاب، حق في الوصول للحكم، حق في المحاسبة في كل الأوقات ومجلس الشورى والانتخاب كما قلت، مش فقط حتى لرأس السلطة، حتى للمواقع الدنيا في شكل مؤسسات أو ما إلى ذلك، وحتى مدارس قد يوجد فيها انتخابات لنختار من يتولى. إذن قضية الانتخاب ليست هي الديمقراطية. الديمقراطية منظومة لنضدده فيها ابتداء هو أن تجعل التشريع للإنسان، فتضرب صفحا بالإسلام وتعتبره مجرد شعائر فقط، وتشرع في منها وضع القوانين من مرجعيات لا صلة لها بالإسلام، مس أعراضنا، مس أموالنا، مس كذا، فتضادد ما حلله الله ما حرمه الله. فنلقى الأمة، وهنا الأمة لا تنتج لأنها مش تلقى عليها قوانين غير منسجمة مع انتمائها ومع عقيدتها، وهذا الذي لم يفهمه يعني بعض أتباع الغرب. لذلك نقول لنا نظام حكم في الإسلام نقدمه، وهو الذي به مبشر وإليه نقل. الانتخابات سعى لتصبح جزء من منظومة الحكم، هذه مبدئية مرفوضة، لأن الإسلام لا يطبق يعني تطبيقات جزئية أو تحت مظلة أو وصاية يعني نظام علماني أو ما إلى ذلك، مهما كان صدق الذي سيتولى الحكم أو يتولى حقيبة، ويصبح نوع من المسخ أن يطرح الإسلام بهذه الطريقة. وتجارب معروفة فضلا عن كونها حرام من الله سبحانه وتعالى، أن الإسلام يطبق أولا بأحكامه وبضماناته التي تجعل أحكامه ناجحة. لكن ثم انتخابات عادة الحزب لا ينفيها، وهي الانتخاب من أجل المحاسبة، يعني بيظهر أنه يقود ناس ويبلغ رأيهم في المحاسبة، كما الآن في كشف أنه يقع هو مجرد تزييف وأن الدستور لا يعبر عن رأيه، هذا عمل دعائي وعمل معنى قيادي. عادة الحزب يقرر بأنه الانتخابات هي وكالة يوكلك عنه في الرأي باش تبلغ هذا الصوت. فهذا جائز قام به الحزب في بعض المناطق لهذا الحد، لا لوصول حكم معناه كذا. فهذا مسألة تقديرية، مسألة تقديرية تبحث في إبانها، وإن كان لحد الآن نحن لن نكون يعني البتة لا بهذا ولا بذاك يعني مشروع انتخابي، وإنما نطمع فيما هو أبعد من ذلك، أنه الثورة هذه تتجاوز حتى التعبيرات المؤقتة هذه، أكدهم إجماع لتوقف السلطة صحيح اللي تعملوا فيه تمها أنتم فترة مؤقتة. مؤقتة مش مفهوم في انتظار نظام جمهوري ودستور، لا مؤقتة في انتظار الخلافة، يعني أنتم الآن في وضعية
معناها ترانزيتير، معناها الأمة طالبة شيء عظيم تعطلت وصلت له، وجيتوا أنتم في ثنية خذيتوا هالظرفية تكبرتوا علينا، عملتوا وضعيات وتحبوها دائمية، قولوا لا أنتم في ذلك الاستثناء والمؤقت. وأكيد أن الأمة ماشية المشروحة اللي بدأت بشر به سوريا هي خلافة توحيد الأمة، استرجاع الثروات، هيبة الأمة، وبالفعل نرجع الموقف العزة اللي بشرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على الناس. يعني لحد الآن حزب التحرير في تونس مازال ما شافش اسكو بشي يشارك في الانتخابات لا حتى بالصيغه الثانيه الاولى فيه تنفي مطلق، حتى بالثاني يعني مستبعد انه نتصوروا فيش تغلب على الراي العام، عندنا خرجات شعبيه والثوره مش تقعد في صف ثوره، ناكد كما قلت البارح في سيدي بوزيد الثوره قعدت كنبض في حس الناس ووجدانهم اكثر منها في التعبيرات الرسميه، التعبيرات الرسميه كادوك باسي وديباسي وبالحق ما عبرتش وخابت، ولذلك تحتفظ الأمة والشعب يحتفظ بحق الرد، وإحنا ننحاز للجهة دي أنه اليقاع قليل 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 بل هزيل لا يكاد يبين في قدام انتظارات الأمة قدام تطلعها وهالفرصة التاريخية، ولذلك نقعد في الصف هذا ونخدم معه ونخدم به هو الأفضل. أولاً إحنا كلمة معارضة هي مصطلح سياسي في نظام الرأسمالي، يقول لك تقع الانتخابات هذا يتولى السلطة والبقية في المعارضة، والمعارضة لها دور لغير ذلك، وقد يكون لها معنى من الائتلاف أحياناً وما إلى ذلك، هي صيغة كاملة ومصطلح سياسي. بهذا المصطلح نحن لسنا معارضة، وحتى في الإسلام لا وجود معارضة في الدولة الإسلامية، وجود محاسبة، يعني لأن النظام متفق عليه، لكن الشخص هذا أو هذا البرنامج هذا أو هذا نختلف فيه ونحاسب فيه، فهذه محاسبات وهذه يجب أن تكون حتى في الدولة الإسلامية. نحن نحاسب وننكر على الحكومة، أول إنكارنا لها أي حكومة هو أنها لا تطبق الإسلام، وأكثر من ذلك مش لا تطبقه، تتعالى عليه وتستخف به وبأهله وبالدعاة إليه وتقدم نفسها نداً بل ضداً للإسلام. إنه الإسلام واضح أحكامه منبثقة بالعقيدة باينة بالمئات بل بالآلاف، وأي إنسان يمشي في خط آخر واضح أنه يخالفها. ربي سبحانه وتعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ربي يقول يا قرآني أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. لذلك إحنا نحاسب الحكومة، يكون في إسلاميين ولا غيره أو ما يسمى إسلاميين، نحاسبهم باعتبارهم ولاة أمر أو تولاوا أمر، والإمام رأينا هم مسؤول رأيته، ولا نألو في ذلك جهد. وهذا صدقنا مع ربي أمرنا، صدقنا مع الأمة اللي إحنا نحب نقودها، لكن الناظم حيث يحرك من بتها كان بك العفوية ذيك وتوجدنا في المساجد مع بعضنا في السجون في الجامعات وعشرنا ولحد الآن في الأحياء وكذا، أن نلاحظ وجدانهم وإحساسهم كذا الأغلبية معدل على شيء أكبر اللي يشوفوا فيه منامهم، ولو ما عندهمش تفاصيل الإسلام ويحسوا بخير، ونحن لا نضاددهم معناها كأفراد ولا كذا ولا كتوجه، بالعكس هم جزء من المسار الأمة، وبالعكس نحاول أن نرشدهم ونضعهم هم أنفسهم قادرين يحاسبوا الآن وفاقوا بأنه ثم غلطة كبيرة في الإسلام، لا المصيبة الكارثة اللي تموه على الإسلام أكثر منها تطبق الإسلام. لذلك ما احنا مشكلة مش مع النهضة كحركة، إنما مع الحكم كحكم، اللي يكون فيه يكون وما نحشمه من حد، لكن بالنسبة للحركة هنا وهنا تشتغل في المسائل في كذا في كذا بحث ثاني منها ينظر له من سياق الدعوة. العالم يحقق الإنسان مع ظاهر النية الطيب فيه لأنه مؤدلش، والعالم العربي والإسلامي لم يكن شريكا في إقامته حسن تونس، يعني تم في فترة حتى البلدان هذه مستعمرة، فالانخراط فيه الآن وبك التهافت وكذا حتى من باب أنه عالمي أنت جيء بك أو به إليك ولم تكن طرفا حتى في صياغته أو في اقتراحاته، معناها هذه نقص على جانب التهافت في أنه دائما يعطوهم المسألة يأخذوها دوغماتيك كيك طريقة أو معناها دوغمائية هذا منهجي. ثانيا حقوق الإنسان، الإسلام شيء عليكم
ليقر حقوق الإنسان كما عليه واجبات. فليدعي احتكار حقوق الإنسان في صفه كأنه يصم الآخرين بأنه يبحثون في حقوق الحيوان وحقوق كلام فاهم. فاشت نفسه السياسي نفسه في حقوق الإنسان. هذا يراه حق في طريقة الإشباع هذه حق، لأخو يراه باطل. هذا طريقة تصريف الأمور في الحكم يراه الحق، لأخو يراه باطل. فالنزاع هو في الحقوق وفي تشكيلها وفي النوعية. فالادعاء بأن حقوق الإنسان هي بالصيغة هذه دون سواها هو احتكار وادعاء مزيف. والسياسة أنه أغلب كان على خلفية ليبرالية تعتبر الدين هو التزام فردي فقط، تحترمه كدين يعني حق الضمير يسموه الاعتقاد فقط، في حين إسلامنا ما هوش اعتقاد وضمير فقط، هو نظام حياة ومنهج حياة. لذلك كيف ديننا يحدد مثلا طريقة العقوبة، مثلا القاتل أن يقتل في الحالات التي لا يعفو فيها معناها أهل القتيل، يجي كل حقوق الإنسان تكون وكل رب يكون، يجي يقول لك حق الإنسان في اختيار القرين ذكر إلى ذكر أو أنثى لأنثى وما يدري، هذا يقول لك حرية الإنسان حق كل هذا يظهر في المسألة. إذن حين نمس التفاصيل نجد المضادة. لذلك الأولى بالمسلمين وهم يبشرون العالم بالرحمة وما أرسلناك إلى رحمة العالمين أن يقدم المنظومة الإسلامية في حقوق الشعوب والناس والأفراد والعلاقات العامة والخاصة، هذه رحمة الإسلام. كأننا نستنقص الإسلام ما فيه، لا إسلام. والله أنا أجد أشياء حقيقة أنا مخجل أن نعرفها ولا يعرفها أبنائنا وشباب. أنا حقوق الحيوان أصلا في الإسلام مضمونة بشكل عجيب، دخلت إضاءة النار في هرة حديد لأنها حبستها، فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمت شيء منها الحق النار وما أدراك يعني وعذاب النار. الأخر دخل الجنة في كلب لأنه سقاه وجده يلهى في غير ذلك، فالمنظومة كاملة. فالإسلام له منهجيته في تحليل الأمور. لذلك ثمة أشياء واضحة هي كحق الإنسان وكرامته والحرمة الجسدية وكذا، فيها التقاء مع هذا الذي قال، لكن لا نحفل به. الإسلام عظيم وترك وعطى الإنسان حقوق عظيمة جدا لم تطلها حتى القوانين الوضعية ولا تستطيع حتى أن تصل إليها الآن. أولا احنا في الدستور الذي نتبنى وهو من الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي والأحكام الإسلامية أن الأصل براءة الذمة وهي مادة في الدستور. الأصل هي البراءة والإدانة هي التي تقتضي الدليل والبيان الظاهر من الله. لذلك لا يجوز معامل شخص بناء على ظن أو بناء على تقدير وندخله تحت عقوبة أو تعذيب أو ما إلى ذلك، وهذا حرام شرعا. فضلا عن كون التعذيب من حيث هو حرام، لا يجوز لأحد أن تكون له سلطة على أحد إلا أن تكون حكما بقضاء ينفذ بالمقادير اللي حددها ربي سبحانه وتعالى وبإذن قضاء وإشراف قضاء. عدا ذلك لا يجوز. حتى في تربية الآباء لأبنائهم حدد الإسلام أنه لا يجوز الضرب في الوجه إلى غير ذلك، وشيء منظومة اللي هي منها أب وابنه ولا بنته ولا الأم، يعني مسألة واضحة بالنسبة لي. كل ما هو مس من حرمة جسدية للإنسان مش فقط تعذيب عري أو كذا أو على كرامته من حيث أسراره في الانتقاط المكالمات الهاتفية وذلك، هذا حرام شرعا. لا كلام اللي هو أصبح عادي ويفتخرون به حتى ولو كان عندك مظنة على ناس أو مجرد كذا. لا يجوز أن تسمع الرجل يتكلم في زوجته لست أدري، يتكلم في ابنه، يتكلم في أصحابه، هذه حرمة. لذلك بالعكس الإسلام عظيم جدا في منع هذه الأمور، ونحن ندين كل ما وقع بعد الثورة وباسمها وللأسف الشديد في ذمة الناس. هذا التعذيب اللي وقع، سمعنا الناس مات تحت تعذيب، هذا الضرب من المبرح اللي تم يعني من الأمن في بعض المشادات أو حتى بالرش بالصاب العينين ولست أدري من الأمور، هذا لا كلام. الإسلام سباق في إدارة هذا مع السباقون، ونعتبر هذه مظالم ومظالم قائدة في حق الناس. والأصل في الإنسان كما قلت هو براءة، البراءة ومنها الكرامة.
فيها جانب نظري وجانب واقعي. جانب نظري من حيث هو الاغتصاب وانا جريمه فظيعه او فظيعه جدا. ايا كان انا نتحفى ما قادحا. واستغلال المفروض انه انسان يكون معناها مدير يستغل ادارته والاستاذ يستغل استاذيته شعر ما هو خارج مسؤوليته او امن ويستعمل هذا هذه جريمه ولا كلام. هذا الكلام فضلا عن يمس اعراض الناس. لكن واقعة الحال فيها كثير من الالتباس. احنا سمعنا وصف القضاء والقضاء معناها في البداية بين أنه الفتاة عندها وضعية ماهيش كما روات روية في الصحافة في البداية، ثم بعد إعادة فتح التحقيق من جديد أن لا أدخل في هذا ليست وقاضيا ولم أكن شاهدا، وحتى شاهد في الأمور هذه لا يقول بشهادته إذا كان فردا، لأنه مسألة حساسة يلزمها تدقيق يلزمها نظر. فماذا بينا ما نسبقوش الصحافة قالت تسبق والتي هي المدعي والقاضي والحاكم والمتابع ويخلقوا في الرأي العام بأخبار يعني قابلة للخطأ. ساعات إنسان قدام محكمة متهم بجريمة قتل يعني ماشي الكورة بالبحث القضائي والتفصيلي يخرج البراءة. يعني ظاهر القضية من يدينها لكن تفصيلها بعد يبرئوا. فشوف يعني من إلى فما بالك في وقائع كما هذه مثلا نأتي في كثير من الأحداث كما وقع قدام الاتحاد. هذا عمل كذا سيء أصبح بات هذا ضرب وهذا تضرب تعالى ثمة التباسات. ولذلك ما زميش نتسرع في الطول أصبح الإعلام سهل. الكثير يصدر أحكام وأحكام قاسية على مس أعراض الناس. تنفيذ الفتاة ثم عرض أو الأمن زاد عندهم عرض إذا كانوا يكونوا براءة على العونين ربما يكونوا براءة زاد في الأمر. فما سيدنا أعراضهم عندهم أهلهم عندهم زوجاتهم عندهم الاستؤذن. فالقضية من لا تكون المنتجر السياسي حتى ولو لم تتغير. لا يمكن أن يكون الإنسان أو الصحافة أو كذا والتلفزة بديل عنه مجرد ضغطة في التلفزة يحكم أو مجرد كذا. لأن هل نتفق الصعب قد بهذا المعنى برشا ياخذ في حقه بيه يقول لك ما ثماش قضاء يمشي الزلاط يقول لك فك لي أرض نفس المنطق يقول لك أعمل لي كذا بنتي ولا كذا في ثنية يعني ما القضاء ما ياخذليش حقي يقول نمشي ناخذ عليه ونقطة ونعملوا كذا. فإذا كان مش نفتحوا الباب هذا شو اللي مثلا لكن نحن نتحدث على الأصل. الأصل أن ترد الأمور على الأقل وهنا تجي المحاسبة لأنه المفات التي لم تحل هي مسألة القضاء. قضاء على درجة عالية من الفساد في تونس أقر به أهله قبل أن يقر به من هو خارج القضاء. والقضاء الفساد بتاعه خطير ياسر لأنه باسم القانون أو باسم الحق يخترق الحق. ليبدأ خارج منظومة الحق والواحد أنه قام بعمل عليه إدانة ناس تشير وناس رفض. أما هذا يتخذ ما هو عنوان العدل والحق وبه يرتكب أفظع ما فعل وهذه الخطيئة. لذلك تحس أنه كثير من الملفات إما تتحدث في أشخاص ولا في كذا وقع فيها مقايضات وما تتحدثش المنظومة وما تحسبتش الناس وهذا يخلي الناس تفقد الثقة في الجهات في هذه الجهات. أولا قلت أن الاتحاد تجاوز باعتبار نأخذ الأمور بظهرها أو بما يدعي منها كل طرف. النقابة تدعي أنها نقابة فقط هي تعمل على الجانب معناها كل ما هو شغل وظروف العمل وآلياته إلى غير ذلك. هذا ما تقول حين الجهة تخوض في السياسة مش تخوض فيها بمجرد رأي من هناك بل بانجاجمون يعني تدخل في التزامات سياسية ومنها محاولة قيادة الناس بالسياسة كطرح مشروع دستور ودعوة المبادرة تكلم حتى على المساجد حتى على المساجد وكيف تدار المساجد السياسة الخارجية والتعليم والاستئذان وتدعو الناس إلى اتباعها في هذا الذي تدعو له. ثم يخرج العباسي يقول لو كان النهضة قبلة مبادرة راهو ما بقاش يبقى في سريالة لأن هذا مفروح الأخ معناه كأنه ثم ضغط يراد أن يزيل. ثم حين نجد طرف يساري معروف للرأي العام بالاسم نجم هبط السي في بتاع كل واحد موجودين في المكتب التنفيذي وهم خابوا سياسيا في الانتخابات وفي غيرها وحتى في الحياة الشعبية ثم يستغل السلطة هذه من داخلها سلطة معنوية في الاتحاد باش يقوم بأعمال سياسية أصبحت مكشوفة للرأي العام. هذا كله يبين أن هناك اندساس خطير جدا
لانك بعنوان تمارس عنوان، يقول لي عمل السياسي ما عادش منسوب الى الفاعل، منسوب الى نائب الفاعل. فظهر تشوف عمال يعمل في ضرب، هو اللي مش يعمل فيه العمال، يعمل فيه واحد سياسي عنده حسابات يتربص بها ويتضرر فيها. فهذا خطير. اعطيك مثال خطير يا سيد قعفر الحسن، يعني سائق حافله وقعت يعني مخالفه بينه وبين سائق سياره وكذا مشيت توقف في النقابه والمركزيه تعمل اضراب في تونس العاصمه في المترو وفي وسائل النقل معناها الناس لا تروح لدار البحر. ما هذا معناها وقت الناس قدموا مشاو للاتحاد يحاسبوا وهمت عفويه لاقصى درجه، حتى اذا كان ثم شكون غير عفو حزبي ولا غيره من حقه لانه هو جزء من الناس مش يحاسب. قالوا لو جايين تهجموا علينا يا اخي ثم مقدس مقدس انت بطل محاسبه في عين في الاتحاد مؤاخذات كبيره رفع القاسي وداني كان بنفسجي بكثير من الحالات ومع المعلقات مصورها وكذا، يعني موضوع كبير. فهذا الذي بين ان الاتحاد واضح وبالمكشوف يلعب في دور معناها خطير ويصبح اداه سياسيه محليه وربما حتى دوليه لانه ثم ارتباط الدولية نجم نتحدث فيها في وقت اخر. به اثنين قلت اللي وقع نوع من المسرحيه لانه ساعات الانسان يبدا متامر هو مش يبالي يخدم في خدمه هم يخدموا به الاتحاد او بعض الجهات الاخرى شبه تقوم باعمال ذاتيه هما ثم ناس تخدم من فوق اللي هما النجم نقولوا اهل الحل والعقد اللي ماخذين البلاد وعايشين في الغموض اللي يسموهم حكومه الظل ويسموهم برشا اسامي. نعم ثم اراده كبيره انه يقع نوع من التقارب ما بين الطرح العلماني وشبه الاسلامي كلاهما، يعني تكسر مشوكه هذا مشوكه او تخلق إذا ما قدرتش بالتوافق تخلق وضعيات تولي فيها اضطرار باش نلقاو كومبرومي حل وسط. فنخلقوا الأزمة ونطوروها ونشعلوها وللأسف المرة هذه باش يولي بالنار وبالدم بالزوز يقول عليهم راهم يا جماعة يقول عليهم أو شوف. ثم بعد ذلك أكدنا أن الإضراب ماهوش هو المقصود، المقصود به هو المفاوضة تحت ضغط الإضراب وليس الإضراب في ذلك. وإن الاتحاد كان بين خسارتين في الأخر حسها إما أن يضرب وبيشتقع له كارثة ومصيبة لأنه بشقة خيبة ثم الناس فيها نوع من التذمر، أو أن يلغيه ونوع زاد من الأمل. فمشاو في الصيغة هذه اللي حابين نبينوه وفعلا الواقع خاصة كنشوف اللحية الدولية ثم رضا على تونس ثم دافوس جايين لتونس، يعني يقيسوا على وضعية مستقرة ما يقيسوش على وضعية كذا. فباين بالمكشوف اللي قلناه هو الصحيح أنهم يعني ساق إلغاء الإضراب ويقع نوع من التوافق. إحنا كل التعبير بتاع الناس عن نفسها حتى في الإسلام ما تقتضيش إذا في الدولة الإسلامية حتى تأسيس حزب ما تقتضيش لا رخصة لا شيء. هذا ربما برشا ما عرفتهاش. الحزب تعريف القانون بالمشروع الدستور تأسيس الأحزاب يقتضي إعلام فقط ولا يقتضي لا رخصة ولا انتظار ولا غيره. فتعبير الناس اذا كان الناس باش يقوموا بفرض هو باش يعمل حزب باش يحاسبك، يعني باش يقوم بفرض ما تجيش تقول له ما تقوم بالفرض الا باذن الله شرعيا انت في مخالفه ولذلك الاصل موجود. اما اذا خالف ما تقوم عليه خط عريض مثلا الدوله، يعني مش من الدوله اللي يعني في مواقفها انما في منهجية العامه يخرج على الامه بحمل سلاح ولست ادري ولا مناهي صار احكام ربي الى غير ذلك، وقتها يلقى الاستثناء وبالقضاء يمنع. هذه الساعة من حيث القوة. فوجود الروابط هذه بعد الثورة تصور طبيعي. قبلوه الناس في البداية. طبيعي لحد كبير. أنا لأن الثورة غير معتمد عليها بيد الحكام. وبين أنه غير قادرين عليها. أو متأمرين عليها. في أحسن الحالات يقولوا غير قادرين. لكن هذه الرجال يلزمها تكون تحت المحاسبة. السياسية أولا. أولا ثم ناس متحمسة صحيح ربما هزوا حماسك وغيره وتخلي في أحد باش يصفي حسابات. يولي كل شيء ممكن، زول الله ترى صدر هذا علمانية هذا كذا وكذا خاصة أغلبية حسب ما نقولوا معناها التوجه بتاعها يعني قريب من وسط الناقة، هذا ما يقال. باهي. هذه لا يجب ألا تكون البتة. لا تكون البتة، يعني هذا نوع من الغطاء اللي نرفضوه في الاتحاد ونرفضوه في يعني كيف. لكن أن تجد ناس وتشتغل على عناوين كبيرة أكبر من السلطة وأكبر من المرحلة
وترفع الهمة كما كانت القصبة اثنين وثلاثة والمنلولة وكذا، ينبيع ثم عناوين ينمر بها الشارع يحاسب عليها، يعمل خرجات ضد الدخل الأجنبي كذا. المهم إنه الثورة لازم يكون عندها الجناح الخفاق اللي هو الشعب، فهذا إذا كان يمشيوا في هذا الخط حبذا حبذا، منها بتاع مراقبة بتاع محاسبة الكل ما يكونش دولة. أما إذا كان باش يخرج بالعمل المادي التآمري أو ما يدرك فهذا مرفوض. ولذلك المسألة هي مش مسألة يعني نقول هذا يتقبل ولا يتقبلش، لحد الآن ما ظهرش يعني تجاوزات كبيرة على التنظيم الحيفي والتنظيم واللجنة اللجان هذه، يعني تعرف اختار وقت يتبنى يعمل عمله يتبناه واللي ينظر له تبناه واللي ينظر له تخلف المسؤولية الجماعية. أما إذا قام به زيد والعمر متحمس ولست أدري هما أنفسهم حسب سمعت قالوا إحنا مستعدين أي واحد يكون بعمل يتحاسب عليه هذا آخر مسألة، فنأخذ الأمور بظهر ما نزيدوش. بالعكس إحنا كنا جدا كثير من اللجان أخرى والروابط هي تسمى الروابط ولا غيرها يزيدش، لكن ديما المقياس هو العمل الصحيح ولا مش صحيح، هذا بالنسبة لرأينا، لكن مع تحذيرنا لأي شخص أو جهة تحاول معناها تستغل هذا سياسيا وتولي تعمله ذراع غير معلن للقيام بأعمال معناها مادية أو أعمال معناها تخويف ولا بتاع ترهيب ولا كذا، لا يقولي ما أما أنا بتخرج تعمل مسيرة وتعمل سمات والله والله شارعنا يفتقد ذلك صراحة. بعد قصبة اللي ضربها الباشا كانت سبسي وفي الجوامع كنت أتذكر وقتها الدماء تسيل وكذا، وذيك جريمة كبرى والأسف اللي عليها ما قامش بواجبه كما يزم في وقتها، خلي حاسب الشارع، حب الناس تخرج حاسب على تدخلات الأجنبية اللي سمنا لها سيادتك، خلي الشارع يمشي يقول قدام السفارة كذا وكذا كله دجاج على خاطر اسمع منه موقف ضد تونس ولا ضد فلسطين ولا غيرها ولا كذا، ويعمل وضعية ويرفع مستوى الوعي في الناس والمواقف، هذا يلزم يكون. أما الثورة تقول لا الخروج كان بالبونو، احنا تو اولياء الثوره كسلطه وكذا وناخذ القرارات، هذه العمل اللي رفضناه احنا من اللي قالها علي العريب وكذا مرفوض. انت تو في حاله ثوريه تامن حتى خروج الناس تحميها توفر تقول عليها الديساس، انت يلزمك مسؤول انا بتوفر اطار فهمتني، وهذه مساله معناها هامه بالنسبه لانه الثوره بالنسبه لنا هي امتداد ولازمها تتواصل والاحتجاج والمواقف، لان الثوره الان معطله عن وظيفتها التي من اجلها قامت وهي استرجاع ذاتية الأمة وخيريتها. كنتم خير أمة أخرجت ناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شكرا سيدي، يعطيك الصحة.